الله يرحمه ويديله الصحة والله. من ساعة ما اتلغى مجلس الشعب وعم توفيق عكاشة على لا على حامي ولا على بارد. على اللي عامله توفيق عكاشة فينا من ساعة ما الانتخابات اتلغت. كل ما افتح التلفزيون الاقيه بيشتم يا بهايم يا بها والله يا بهايم يا بهايم مصر ضاعت يا بهايم. وكتاب الله مصر ضاعت. خلاص خليكوا قاعدين تقوروا في المحشي وتزغطي تكهر البط يا بنت انت وهي. يا واد انت يا كتموتو يا واد انت يا كتموتو يا واد انت يا كتموتو. خليكوا قاعدين كده يا ولد. خليكوا مصر هتسقط 5/5/2015 لو ما لحقناش تسقط 6/6/2016 ما لحقناش 7/7/2017 اخد بالك يا ولد من اكلوه يا ولد. فاهم يا دي حسين حاجة نبوية يا خالة مسعيدة يا خالة مسعيدة. سيب الكوسة وركزي معايا يا خالة مسعيدة. بنت يا شلباية يلا اقعدي اعملي محشي وزغطي في ذكر البط كده ومعنا جبتولي النقطة جبتولي النقطة يا بهايم. خليتوني اقول كلام خايف خليتونا اقول كلام خايب مع ان كلاس اني كلاس كلاس وابيض وحلو كده. بس انا يعني بتكلم معاكم كده عشان اوصل لكم المعلومه. مصر ضاعت يا بهايم مصر ضاعت. ايه يا عز ايه يا عز ايه يا عز كلها سودا. مفيش غير 100 رساله بس اللي جم المسابقه. انتوا مش عايزين لحاليح ولا ايه؟ داني عامل مسابقه سهله خالص جايزتها 1000 جنيه. سؤال مفيش اسهل منه. ارداب بالقمح بينتج كام فدان القمح بينتج كام ارداب؟ 15 ارداب ولا 16؟ ابعتوا رسايلكم عشان تاخدوا اللحاليح. ولا انتوا مش فاضيين بس غير تحشكوسه بنتي نبويه وتزغط البط يا بنت يا شلماية. طب سؤال بكرة عن البط بقى ايه رأيكم؟ سؤال بكرة عن البط بكام ذكر البط المسكوفي مع جوز الفراخ الشامورت؟ يلا بقى مصر هتضيع. المهم تاني يوم الناس هجمته عشان الكلام اللي قاله. راح باصص للشاشة بفتح التلفزيون لقيته بيقول لي يا بهايم يا بهاي يا دي كنت موتوا من الاكلو يا ولد. انتوا زعلانين ان انا بهاجم الرئيس؟ انا بهاجم الرئيس عشان خايف عليه. افهم يا بنت يا نبوي افهم يا دي اللي عمال تشم كلها من طلعه النهار يا ولد. وانت لما تكون قاعد في البيت وفتحت الشباك البلكونه كده ويدخل عليك دبان كتير بتعمل ايه؟ بتعمل ايه حاج النوني هركب ديل؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه الدبان لما بيخش؟ بتعمل ايه؟ مش بتبقى عاوز تنشه؟ اهاني بنش الدبان اهاني بنش الدبان اللي حوالين الرئيس. افهموا يا بقر افهموا يا بقر. مين الواد اللي ماسك علبة الكشري هناك ده؟ هات الواد اللي ماسك علبة الكشري ده هناك. يا عز يا عز يا عز علبة كشري في الاستوديو. 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 يا عز يا نهار اسود ومطير. علبة كشري في الاستوديو. يا عز يا نهار. اطلع فاصل وهات معلقة.